عدنا والعود أحمد، ومعليش تأخرت عليكم في الوصفات. تعرفون بعد العيد وبعد رمضان الإنسان يصير مرهق. فاليوم بتكون أول وصفة، ويعني نحتاج دعمكم عشان نستمر. بصراحة مرة مقفلة علي في المطبخ، مالي خلق أسوي شيء. عندي اليوم بسوي صينية دجاج بالخضار. طبعا هذه اسهل شيء، ما يبغى لها. عندي هنا الدجاجة متبلة يمكن كم ساعة، اي توابل تحبينها تضيفينها عليها. وعندي هنا الخضار عبارة عن بطاطس، جزر، بصل، فلفل رومي، بضيف عليها بهارات مشكلة، واضيف عليها زيت زيتون او زيت نباتي زي ما تفضل. نخلطها ونضيفها كلها في صينية واحدة. نضيف الخضار في الصينية ونترك مكان في النص كده عشان نحط الدجاجة عليه، أو تحطونها عليه، بس أنا أفضل إنها تكون في النص. تبغين دجاجة، تبغين تقطعينها، تبغين تخلينها كاملة زي ما تبغين. أنا بخليها كاملة وأحطها في النص. نغطيها بقسطير ندخلها الفرن. ممكن تضيفين فنجان مويه فقط، البصل بتطلع مويه. هنا انا بقيت البهارات اللي في الطاسه حطيت عليها شويه مويه وبضيفها هنا، يعني شيء بسيط تقريبا فنجان مو اكثر. هذه الصينيه بعد ما طلعتها من الفرن، شايفين كل شيء مستوي كويس. هذا البطاطس تحمرت، كل الخضار تحمرت. كنت تاكل بالعيش او مع رز بالعافيه.